30 من كانون الثاني يناير 2020. أهلا بكم إلى المشهدية. وفي مشاهدية لليلة، الأول يواجه العزل والثاني يواجه السجن بين نتنياهو وترامب، مأزق داخلي وانتخابات مصرية للرجلين. هل تساهم صفقة القرن في إنقاذ ترامب ونتنياهو؟ الإعلام الأمريكي يعتبر أن الصفقة هي خريطة طريق لمستقبل ترامب ونتنياهو، ولسان الحال لا تصاغ اتفاقيات السلام وتقدم هكذا. معركة ريفي إدلب وحلب تتجه إلى الحسم بعدما حرر الجيش السوري معرة النعمان وخان تومان. إنجاز عسكري سريع، فهل أخطأت أنقرة في حساباتها؟ صفقة القرن بين رجلين. الأول رئيس أمريكي يواجه منذ بداية وصوله إلى الرئاسة معارضة داخلية نتيجة سياساته المتطرفة وقراراته المتسرعة. قضية عزله تتقدم في الكونغرس، وآخر فصولها معلومات كشف عنها جون بولتون تؤكد تورطه في قضية الاتصالات مع أوكرانيا. والثاني رئيس وزراء إسرائيل فشل في تشكيل ائتلاف حكومي، ويحاول بشتى الطرق تأمين عودته إلى رئاسة الحكومة في انتخابات ستجرى في أذار مارس المقبل. لكن ما يقلقه فعلا ملفات الفساد التي فتحت في وجهه، والتي وضعته أمام مصير قد يكون السجن. هذا هو واقع ترامب ونتنياهو اللذين ترافقا ليعلنا صفقة القرن، علها تحصد النتائج التي يتمنيانها. إنما المسألة لم تمر في داخل الولايات المتحدة، فكثيرون من السياسيين والمعلقين قللوا من قيمة الصفقة، إذ لا يمكن أن تكون صفقة بين طرفين لا يوافق عليها الطرف الثالث للمعني الأساسي بالصراع. أمام تلك المشهدية نحن الليلة سنطرح أسئلة ثلاثة. أولا، كيف قرأ الداخل الأمريكي تلك الصفقة؟ ثانيا، ما النقاط التي كسبها نتنياهو في الداخل الإسرائيلي؟ ثالثا والأهم، هل تساهم صفقة القرن في إنقاذ نتنياهو وترامب؟ نجيب عن هذه الأسئلة مشاهدينا مع ضيف المشهد الساخن لهذه الليلة، وهو أستاذ سعيد عريقات الخبير في الشؤون الأمريكية، ينضم إلينا من واشنطن. مساء الخير وأهلا بك معنا في هذه المشهدية. ويجب أن أسألك في البداية عن الموقف العام، يعني الانطباع العام في الولايات المتحدة الأمريكية بعد يعني يومين على إعلان هذه الصفقة. هل فعلا هذا الأمر ينظر إليه كإنجاز لترامب؟ على الإطلاق لا، بل على العكس. الإعلام الأمريكي أو الصحف المهمة مثل نيويورك تايمز، واشنطن بوست، لوس أنجلوس تايمز وغيرها الكثير، بوستن جلوب، كلياتها من منذ يوم أمس وحتى اليوم خرجت بافتتاحيات وتقارير كلها مدينة لهذا الرئيس وتصرفاته الحمقاء التي اعتبرتها حمقاء، وأن هذا الطريق لا يقود إلى السلام، بل على العكس يقود إلى مأزقة الوضع أكثر وأكثر تعقيدا، تقود إلى ربما الحرب وليس السلم، وأنها غير مستدامة ولا يمكن أن يقبل بها الشعب الفلسطيني. على المستوى السياسي أيضا نجد أن معظم الديمقراطيين رفضوا هذا الحل، رفضوا هذه الصفقة، بل على العكس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب إليوت إنجلز، وهو من القيادات اليهودية السياسية الأمريكية البارزة، قال أن هذه لا تنسجم مع الموقف الأمريكي ونحن لن نمولها في حال تنفيذها أو أي بند منها. السناتور بيرني ساندرز الذي يخوض معركة الانتخابية صرح ضدها وقال ما يجب أن ينتهي هو الاحتلال، وكذلك السناتور إليزابيث وارن التي اعتبرت أن إذا في حال انتخابها ستلغي كل هذه القرارات لأنها لا تخدم السلام بل تعزز الاحتلال. فإذا الموقف العام في الولايات المتحدة أن هذه حماقة ارتكبها ترامب ربما لخدمة مصالحه الذاتية ولخدمة نتنياهو من جهة، ومن جهة أخرى أنهم يرون أن الفرصة مواتية لفرض آرائهم وفرض الفكر الاستيطاني وفرض المشروع الاستيطاني على الفلسطينيين. هذا بشكل عام ما سمعناه خلال اليومين الماضيين. نعم دكتور عريقات، بس في مسألة العزل هي تزامنت مع العزل مع إجراءات مجلس الشيوخ، وفي كثير ناس ربطوا هذه الاحتفالية
بأنه يريد حرف الأنظار عن مسألة العزل، حتى بمسألة ذهابه إلى دافوس، يعني هو لم يذهب العام الماضي، ذهب هذا العام في نفس نهار اللي بتبدأ فيه يعني إجراءات مجلس الشيوخ لكي أيضا يعني يرسل رسائل. هل في رسالة من خلفها؟ هل في محاولة لكسب ربما فئة معينة موجودة في الداخل الأمريكي تحديدا، يعني فئة ناخبة له؟ نعم، بكل تأكيد. أولا هذه العملية هاي الاحتفالية هي حقيقة سياسية انتخابية بامتياز من الدرجة الأولى، لأنه كما ذكرت يواجه المحاكمة في مجلس الشيوخ، محاكمة قد تودي به كرئيس الولايات المتحدة، وهو عزل في مجلس النواب، وهذا شيء سيبقى ملصق به تاريخيا إلى نهاية حياته، هو الرئيس الثالث الذي يعزل في الولايات المتحدة. فهو يحاول حرف الأنظار كما ذكرت، يحاول أن يأخذ ربما استراحة من كل الفضائح التي تخرج عنه، خاصة ما خرج عن مستشاره لشؤون الأمن القومي في السابق جان بولتون، الذي أكد أن الرئيس قام بالمكالمة وتحدث مع رئيس أوكرانيا زيلينسكي مع سبق الإصرار والترصد، وأراد منه أن يستخدم الدعم الأمريكي لتحقيق أهداف شخصية سياسية. كما أنه إذا ما راجعنا الاحتفالية نجد أن الذين كانوا موجودين في هذه الاحتفالية هم حقيقة التبشيريين الإنجيليين، القاعدة المسيحية التبشيرية اليمينية، التي تؤمن بأن على إسرائيل أن تستوطن كل الضفة الغربية كي يعود المسيح على سبيل المثال، وهم ذات أفكار غريبة جدا. وكذلك القاعدة اليمينية اليهودية الأمريكية التي تشكل حالة داعمة له، وتمثل الممولين مثل ميرسر ومثل شيلدن آدلسون وإلى آخره. هؤلاء الذين كانوا موجودون في هذه الاحتفالية، وبالتالي هذه هي قاعدته، فهو يحاول أن يصلب قاعدته. وفي المقابل هو يحاول أيضا أن ينقذ نتنياهو، الذي واجه في اليوم نفسه إدانات الفساد والرشوة وإلى آخره. فإذا هي بكل تأكيد تعمل على خدمة مصالحهم السياسية، دكتور، لكن هذا لا يبتعد عن أنهم يرون في اللحظة الحالية. عفوا، بس وكأن دائما منذ أن وصل ترامب إلى الرئاسة لديه مصير مشترك مع نتنياهو، يعني يدعمه في الانتخابات، يعني يفضل خياراته السياسية مع الفلسطينيين أو يعني في خيارات أخرى حتى على مستوى يعني الإسرائيليين السياسيين المنافسين لنتنياهو. لماذا؟ لأن نتنياهو هو الذي جلب له المتبرع الأول شيلدن آدلسون على سبيل المثال. شيلدن آدلسون هو صديق نتنياهو وصديق كوشنر أيضا، فهو الذي جاب أحضره إلى ترامب، والذي تبرع ب 35 مليون دولار في الحملة السابقة، والآن يدعمه بأكثر من نعم، وهو المتبرع الأول لحركة نتنياهو. وبالتالي هناك علاقات تاريخية، وكما قال هو في خطابه، قال أنه يعرف نتنياهو منذ أزل طويل، وبالفعل هو يعرفه منذ سنوات طويلة جدا، وهناك علاقات بينهم. كذلك صهره كوشنر وعائلة نتنياهو قريبة جدا. نتنياهو دائما يتبجح بأنه كان ينام في غرفة كوشنر عندما يحضر إلى الولايات المتحدة، ووالد كوشنر هو أيضا من تبرع لحملات نتنياهو المختلفة في السابق، واتهم بالفساد وأودع بالسجن هنا في ولاية نيوجيرسي. فإذا العلاقة وطيدة وقوية. هذا الرئيس أنا لا أتخيل أنه تمكن أو يقدر على أو مستعد أن يعطي الوقت الكافي لقراءة خطة من 80 صفحة، فهو بالتالي تبنى المشروع النتنياهي، تبنى المشروع الاستيطاني الذي أعطي له. هو يمن في انتخابه إلى هذه القاعدة وإلى هؤلاء الذين جاءوا به إلى البيت الأبيض. تماما. وهي العلاقة، هذه العلاقة بين الرجلين يعني تخضع للكثير من المراقبة،
خصوصا أن تقريبا كل القرارات التي أخذها ترامب كان في موضوع حتى الدول العربية والقضية الفلسطينية كلها منحازة نعم. بشكل أساسي لإسرائيل. لذلك اسمح لي دكتور عراقات قبل أن نتابع معك الحديث أن نذهب قليلا لنرى ونضيء أكثر على هذه العلاقة المشتركة مع ترامب. طبعا البعض الذي أعطيته العلاقة الشخصية الموجودة بين العائلتين، إنما أيضا في بعد سياسي كبير بين الطرفين. ما رأيكم أن نطلع عليها بشكل مفصل أكثر مشاهدينا في القصة كاملة؟ بعد سنوات من العلاقة التي وصفت بالفاترة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، انتقلت العلاقة مع ترامب إلى مستويات مختلفة تماما. ترامب هو أفضل صديق عرفته إسرائيل في البيت الأبيض منذ نشوئها. هذا كلام نتنياهو قالها بكل وضوح خلال الإعلان عن صفقة القرن. نشاهد. لقد كنت الصديق الأفضل لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق. لطالما كان لإسرائيل أصدقاء جيدون، ولكن لا أحد وصل إلى هذا المستوى. الاحتفال الذي وصفته وسائل الإعلام الأمريكية بحفل العلاقات العامة شهد تبادل سلسلة تحيات وسلامات بين الرجلين بطريقة مبالغ فيها. إذن علاقة الرجلين الممتازة، قال نتنياهو، إنها تعود إلى ما فعله ترامب لإسرائيل. فماذا ومتى فعل ترامب لتل أبيب؟ قبل وصوله إلى البيت الأبيض دشن ترامب حملة انتخابية له في إسرائيل باللغة العبرية تحمل عنوان من أجل مصلحة إسرائيل، وأكد حينها أنه سينحاز إلى تل أبيب في أي مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إدارتي ستقف إلى جانب الشعب اليهودي وقادة إسرائيل، معا سنقف ضد الأعداء كإيران، ومعا سنجعل الولايات المتحدة وإسرائيل آمنتين. وعد ووفى، لم يتأخر الأمر به حتى أعلن بعد شهر واحد على توليه مهامه أن واشنطن لم تعد متشبثة بحل الدولتين. وفي أيار مايو عام 2017 زار ترامب إسرائيل ووقف أمام حائط البراق في القدس القديمة في خطوة هي الأولى من نوعها لرئيس أمريكي. ولم ينقض ذلك العام إلا وكان ترامب قد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل أن ينقل السفارة إليها فعليا في أيار مايو عام 2018. الرئيس ترامب يصنع التاريخ. نحن ممتنون جدا، وشعبنا سيكون ممتنا دائما لقراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. هدايا ترامب وثناء نتنياهو تزامنا مع تفاقم أزمة نتنياهو وتوالي القضايا التي يحاكم فيها بتهم الفساد. القضية التي انطلقت بشكل خجول عام 2016 كبرت ككرة الثلج لتصل عامي 2017 و2018 إلى حد التوصية بمحاكمته بتهم تلقي رشا وخيانة الأمانة والغش. ومن غير ترامب قادر على تقديم المزيد من جرعات الدعم لحليفه، ففي صيف عام 2018 أوقف ترامب تمويل وكالة الأونروا وأغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. جرعات الدعم لم تقف هنا، بل تخطت ذلك إلى اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل في أذار مارس العام الماضي، أي قبل شهر واحد من الانتخابات الإسرائيلية. بل إنه حرص حينها على الإشادة بدور نتنياهو وربط نجاح عملية السلام بوجوده فيما بدا استمالة للناخب الإسرائيلي. نجح نتنياهو في الانتخابات لكنه فشل في تشكيل ائتلاف حكومي ما دفع بإسرائيل الانتخابات الثانية في أيلول سبتمبر من العام نفسه. لم يختلف السيناريو كثيرا عن الانتخابات الماضية، ما أدى إلى التوجه نحو انتخابات ثالثة في أذار مارس المقبل. استبقها ترامب طبعا بطرح صفقة القرن لرفع أسهم صديقه الذي ضاقت حلقات المحاكمة حول عنقه بشكل كبير.
طبعا لترامب حسابات داخلية وانتخابية أيضا، فهو يسعى إلى حرف النظر كما سبق وذكرنا عن المحاكمة الجارية في مجلس الشيوخ بقصد عزله، كما يريد عبر إسرائيل ونتنياهو تحديدا مخاطبة الناخبين اليهود واللوبيات المؤثرة في أوساطهم لإعادة انتخابه العام المقبل، ولا سيما بعد انتقاده لليهود الأمريكيين الذين يصوتون للحزب الديمقراطي والتشكيك بولائهم. أنا مسؤول عن الكثير من الأشياء الرائعة لإسرائيل، بينها نقل سفارتنا إلى القدس والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، بالإضافة إلى قضية إيران. لا رئيس فعل شيئا قريبا لما فعلته في هذه القضايا الثلاث. عود الآن، هذه كانت القصة كاملة، نعود إلى ضيفنا دكتور سعيد عريقات. لأسألك دكتور عريقات عن الالتزام، يعني من صفات ترامب أنه التزم بما قال في كل شيء تقريبا، خصوصا في ملفات السياسة الخارجية. قال أنه سيكون صديق لليهود، سيقدم لهم ما يريدون، وفعل. هذا نقطة إضافية تضاف إليه، يعني نقطة إيجابية بالنسبة إليه ولناخبيه. نعم، بكل تأكيد بالنسبة لناخبيه ولقاعدته السياسية، لكن حقيقة تاريخيا اليهود الأمريكيين يصوتون للحزب الديمقراطي بأغلبية. في الانتخابات الأخيرة صوت أكثر من 75% منهم لصالح منافسة ترامب هيلاري كلينتون، فهو لن يستطيع تغيير هذه الحقيقة. نعم، هناك مجموعة متزمتة قوية وثرية ربما بين القطاعات اليمينية المتزمتة اليهودية الأمريكية تؤيده، لكن أغلبية اليهود الأمريكان يؤيدون الحزب الديمقراطي. لا، هو لن يفلح في محاولاته هذه. هو يحاول فقط مخاطبة اليمين التبشيري الذي له ثقل كبير والذي له علاقة تاريخية مع اليمين الإسرائيلي الاستيطاني المتزمت. وتذكري الآن المجتمع الإسرائيلي برمته تقريبا يتجه نحو اليمين وأصبح يمينيا، وبالتالي هذا الفكر السائد. فإذا بالفعل ترامب يخاطب هؤلاء لأنه يريد أن يعتمد عليهم كي يفوز بدورة ثانية، وهم في تقدير كل الخبراء سيبقوا معه إلى حد كبير، خاصة وأنه فعل كل هذه الأمور لإسرائيل. وهو ما قاله قبل أيام قليلة، أنني أنا فعلت كل شيء من أجل إسرائيل. وربما ما يشجعه أكثر دكتور عريقات على القيام. تسمعينني؟ نعم نعم، أسمعك طبعا. أنت تسمعني؟ صوت واضح؟ يبدو أنه انقطع الاتصال مع دكتور عريقات. لا بأس، الآن سوف يعني إلى حين إصلاح هذا العطل، لابد من أن نذكر مشاهدينا ببعض الأمور الهامة أو المواقف الهامة، خصوصا عندما تحدثنا عن السناتور بيرني ساندرز المرشح الديمقراطي، مرشح أساسي، هو يهودي أمريكي ولكنه أيضا يتمتع بهذه الأفكار الاشتراكية اليسارية إلى حد ما، خصوصا فيما يتعلق بالتقديمات الاجتماعية. بيرني ساندرز قال أن الخطة غير مقبولة وستؤدي إلى استمرار الصراع. أول المتحدثين والذين أعطوا ردة فعل من الديمقراطيين كان السناتور كريس ميرفي الذي قال بأن هذه الخطة سيكون لديها تبعات ونتائج أمنية صعبة على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أريد أن أسألك دكتور عريقات، إذا كان الصوت واضح. واضح؟ نعم، أسمعك جيد. ممتاز. ما يشجع ترامب على القيام بهذه القرارات، وهو قالها بوضوح، بأن ردة الفعل أكانت العربية أو حتى الفلسطينية ردة هزيلة، هو قال ذلك يعني في مقطع له يتحدث عن جرأته على إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وقال بأن ردة الفعل لم تكن يعني أنا توقعت أن تنزل تظاهرات ويعني مثل أنه تقوم القيامة، ولكن لم يحدث أي شيء. أيضا في هذا البعد، يعني كي لا نحصر مسألة إعلان صفقة القرن، جرأة ترامب على القيام بكل هذه الخطوات هي بسبب أيضا وجود يعني عدم وجود تهديد أو خوف من ردة فعل مؤذية له ولإسرائيل. بكل
بكل تأكيد هناك حالة هوان عربية وفلسطينية أيضا. نعم، وكما ذكرت ترامب تبجح بالقول أنه قيل له ونصح بأن الأمور ستنفجر في المنطقة وأن الناس لن يقبلوا باعترافه بالقدس، ولكنه لم يحدث شيء، فهو يتبجح ويفاخر بذلك. وكذلك سفيرته في الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي هي التي قالت أنها نصحته بأنه لن يكون هناك ردة فعل. فهم يعتمدون على حالة الهوان العربية، يعتمدون على أن السلطة الفلسطينية لفترة طويلة من الزمن منذ وجودها حاولت إسكات الشارع الفلسطيني، حاولت دفعه بعدم النزول إلى الشارع والتظاهر وإلى آخره والانتفاضة. فإذا كل هذه الأمور ساعدت ترامب وساعدت وتساعد نتنياهو أيضا في اتخاذ الكثير من هذه الخطوات التي تمس أو تحاول اغتيال حقوق الشعب الفلسطيني. فإذا نعم، وكان هناك يوم أمس حسب ما سمعت لقاء بين السفراء العرب وكوشنر صهر ترامب الذي يقول أنه هو الذي وضع الخطة، ونزل شتيمة في الفلسطينيين وقال لهم أن أنتم ترهنون الإسلام وترهنون الموقف الإسلامي لقرار الفيتو الفلسطيني. فإذا نعم، هم يحاولون أن يبثوا الفراق والفوضى في بين العرب. فرق تسود إن شئت. نعم، كوشنر هو الذي وبخ الفلسطينيين. نعم، كوشنر وبخ الفلسطينيين حسب ما سمعت في لقائه مع السفراء العرب، وقال أن الفلسطينيون يستفيدون من هذه من النكبة، ويستفيدون من الوضع السياسي القائم، ويثرون أنفسهم ويملؤون جيوبهم وإلى آخره. وقال أن على العرب أن ينظروا إلى العدو الحقيقي وهو إيران وإلى آخره. فإذا هم يحاولون باستمرار الاصطياد في المياه العكرة كما يقول المثل، وبث الفرقة، ونجحوا إلى حد كبير العربي. ولكن في نهاية المطاف نعم، في نهاية المطاف الشعب الفلسطيني هو من يقرر. الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار الذي يقلب كل موازين المعادلة. إذا خرج الشارع الفلسطيني وانتفض الشارع الفلسطيني وقام الاحتلال، لأن مهمته يجب أن تكون أولا وأخيرا هي مقاومة الاحتلال وإنهاء هذا الاحتلال وإنهاء الاستيطان وتحقيق الحقوق الفلسطينية. أنا أعتقد أنه لن يكون بإمكان أي من الدول التي ترى أن من مصلحتها أن تضع علاقاتها مع هذا الرئيس فوق العلاقة القومية أو فوق العلاقة الوطنية أو فوق مصالح الشعب الفلسطيني. ففي نهاية المطاف الفلسطينيون وحلفائهم، ونحن لدينا الكثير من الحلفاء سواء في العالم العربي أو حتى في العالم، هناك باستمرار نرى انتشارا لتأييد الحقوق الفلسطينية، انتشارا لحركة المقاطعة على سبيل المثال في الجامعات الأمريكية في غيرها. فإذا على المستوى الشعبي وفي القاعدة الديمقراطية الشابة تجدون الكثير من التأييد للفلسطينيين. وفي تقديري أن مجموعة الدول التي ترى في هذه اللحظة أن في مصلحتها أن تكون إلى جانب ترامب ستجد أنها كانت على خطأ. ولكن دكتور عريقات، لا أدري إذا كان هذا يعني هذه الملاحظة صحيحة، إنما بالنسبة للقاعدة الانتخابية أو للذين ينتخبون يعني بشكل هيك بلوك واحد في أمريكا، يعني الإنجليين الذين تحدثت عنهم، اليمين أيضا، اليهود كما قلت ينتخب بدرجة أساسية ديمقراطيين، بس مع كل هالتقديمات لا ندري الآن كيف ستكون دفة اليهود الأمريكيين في المرحلة المقبلة. صفقة القرن تعتبر، أو الوقوف إلى جانب إسرائيل تعتبر مفتاح يعني مكسب انتخابي، نقطة انتخابية تضاف إلى أي مرشح؟ يعني تخسر بيرني ساندرز نقاط، تخسر مثلا إليزابيث وارن إذا وقفت ضد هذه الصفقة؟
أنا في تقديري على العكس، لأنه لنكن منصفين، حقيقة أن اليهود الأمريكيين هم دائما يصوتون للقضايا لقضايا الحقوق والقضايا الليبرالية والقضايا التقدمية، وسيبقون كذلك. الفئات التكتلات التي تحدثت عنها نعم ستبقى موجودة، ونعم أحيانا على مستوى الولاية وعلى مستوى ربما المنطقة يعاني المرشح الذي يؤيد الفلسطينيين أو ينتقد إسرائيل من قوة، وذلك بسبب قوة اللوبيات الإسرائيلية. لكن ما نراه الآن هناك تغير حقيقي، لأن القضية الفلسطينية هي حقيقة معيار للمفهوم التقدمي للأمريكي وغير الأمريكي حول العالم، وهذا ما نراه باستمرار في القواعد، في قواعد الأقليات، في قواعد الشابة من الحزب الديمقراطي، بعض الأطراف الجمهورية. التكتلات اليمينية هي حقيقة حجمها محدود ولن تزيد. طبعا هي لديها القدرة والقوة لتعبر بصوت أعلى من الآخرين مرحليا، لكن على المدى الطويل في تقديري أن القاعدة التي تؤمن بحقوق المرأة وحقوق العمال وأن يكون هناك رعاية صحية لكل المواطنين، أيضا تجد نفسها إلى جانب أنه يجب أن يكون هناك اتفاق مثل الاتفاق النووي مع إيران كي نتفادى الحرب، يجب أن يكون هناك تحقيق للحقوق الوطنية الفلسطينية حتى يكون هناك سلام، وهذه القاعدة تزداد يوميا. طيب في المقابل لدينا نتنياهو، في حال لم يفز أو لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة، يعني في أكثر من سيناريو ممكن يفوز في غالبية في الانتخابات ولا يتمكن من تشكيل حكومة كما حصل في الانتخابات الماضية، ممكن يطرأ أي شيء جديد في محاكمته، يعني في كثير سيناريوهات تنتظر بنيامين نتنياهو. خسارة ترامب لصديق مثل بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، هل سيؤثر عليه؟ بكل تأكيد. أعتقد أنه ربط بشكل أو بآخر مصيره بمصير نتنياهو. بعد الانتخابات الأولى حاول أن يبتعد عنه وقال نحن علاقتنا مع إسرائيل، وهذا طبعا شعار سيقوله باستمرار، ولكن هناك علاقة عضوية وقوية بين الرجلين. وأعتقد أن يعني إذا مثلا إذا فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة أو فاز ضده أي كان من الكنيست وسيودع السجن بسبب الفساد والرشوة إلى آخره، أنا أعتقد أنها ستكون خسارة للرئيس ترامب. وعلينا أن نتذكر أنه لو وفق الخبراء، وليس فقط ما أقوله، وفق الخبراء أنه لو لم يكن ترامب رئيسا لما كان نتنياهو لا زال رئيسا لوزراء إسرائيل. فإذا هناك علاقة عضوية وقوية بين الرجلين، وفي تقديري يعني انتهاء نتنياهو كرئيس للوزراء سيكون نذيرا سيئا لترامب. نعم. طب بالنسبة لنتنياهو، كي نحلل قليلا في وضعه، طبعا موضوع المحاكمة يجري بشكل سريع، وأيضا يعني وضعه ليس مرتاحا بشكل تام. صفقة القرن، يعني أنه استطاع أن ينجز هذه الصفقة، استطاع أن ينتزع اعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل، استطاع أن ينتزع اعترافا بالجولان أرضا أيضا إسرائيلية، يعني كل هذه التراكمات ستجد صدى لدى الجمهور الإسرائيلي بشكل أساسي، ستغير من معطى الرجل، من الضغوط التي تمارس عليه في الداخل. هو يعتقد كذلك، ولكن إذا ما راجعنا هذه الفترة التي ذكرتيها، الانتخابات الأولى في أبريل الماضي، قبلها بفترة وجيزة جدا كان قد منحه ترامب السيادة على الجولان العربي السوري المحتل ولم يستفد منها، وقال له أن بإمكانك أن تضم أجزاء في الضفة الغربية ولم يستفد منها، وكذلك فيما بعد ذلك في المرحلة بعد
انتخابات سبتمبر الماضي قالوا له ان بامكانك ان تضم اجزاء من الاغوار، وخرج على الصحافه وزير الخارجيه بومبيو يوم 18 نوفمبر الماضي وقال ان المستوطنات لا تخالف القانون الدولي. كل هذه الامور في تقديري هي خدمه لنتنياهو، ولكن من الواضح انه لم يتمكن حتى هذه اللحظه من الاستفاده منها. كيف سيكون اثر صفقه القرن على القاعده الانتخابيه في اسرائيل؟ لا نعرف، لكن هذه القاعده قاعده تتحول يمينيا باستمرار ويتبنى نفس المواقف، مثلا جانس تبنى نفس المواقف، فليس هناك حقيقه فرق بينهما. هي مشكله في السياسة الإسرائيلية المعقدة. ففي تقديري ربما إذا كنا أن نتكهن فلن يكون بإمكان نتنياهو تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة، وإن استطاع الفوز ولو بنسبة بسيطة. شكرا جزيلا لك دكتور سعيد عريقات عن انضمامك لنا من واشنطن، الخبير في الشؤون الأمريكية. مشاهدينا، الليلة طبعا مشهدية استثنائية في كل هذا الأسبوع بسبب تطورات متعلقة بصفقة القرن، إنما اليوم أيضا سوف نتحدث عن موضوع هام جدا، هو معركة إدلب وريف حلب والتقدم الكبير للجيش السوري وسيطرته على مدن ونقاط استراتيجية هامة. بعد الفاصل ابقوا معنا. جد أهلا بكم مشاهدينا إلى المشهدية، والآن إلى المشهد السياسي. ريف إدلب وحلب، عنوان المعركة العام التي يخوضها الجيش السوري. هذه المعركة التي بدأت منذ أيام تقدم فيها الجيش أشواطا كبيرة بعدما سيطر على مدن ونقاط استراتيجية بينها معرة النعمان وخان تومان، وكلها مراكز كانت المجموعات الإرهابية المسلحة تتحصن فيها بشكل جيد جدا. عن هذه المعركة وأثرها في تغيير المعادلات في الشمال السوري، والأهم الحسابات التركية تجاه تلك المعركة، نتحدث مع ضيفنا دكتور حسني محلي الخبير في الشؤون التركية، ينضم إلينا من اسطنبول. مساء الخير دكتور، أهلا بك معنا في المشهدية. وقبل أن ندخل في الموضوع التركي، كيف تقيم العملية السورية في تقدم سريع، في سيطرة سريعة، في نقاط حتى مراقبة تركية تم تطويقها ولم يحصل احتكاك؟ كيف ترى الميدان الآن؟ كيف تقيمه؟ يعني أعتقد أن التوقيت الزمني للعمليات العسكرية للجيش السوري المدعوم من روسيا هو توقيت مهم، لأن الرئيس أردوغان خلال الأسبوع الماضي هدد وتوعد واتهم الرئيس بوتين بتجاهل تعهداته في سوتشي وأستانا، وقال بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة في موضوع إدلب. ولكن يبدو أن بوتين كان ذكيا جدا عندما اختار هذا التوقيت وأضاء الضوء الأخضر للقوات السورية حتى تتقدم باتجاه إدلب، لأن أردوغان داخليا في وضع صعب حيث هناك قضايا فساد خطيرة جديدة، وبالتالي هناك توتر في العلاقات التركية الأمريكية، لأن الرئيس أردوغان وقبل قليل بعد أن هدد وتوعد الرئيس ترامب في موضوع صفقة القرن وقال بأنه لا فرق بينه وبين السلطان عبد الحميد في هذا الموضوع، غدا سيعلن وسيتخذ موقفا عنيفا والقول لأردوغان ضد ترامب، مما يعني أن سيكون هناك توتر بين ترامب وأردوغان. فهذا الذي استغله الرئيس بوتين وقال للجيش السوري بإمكانك أن تفعل ما تفعل باتجاه إدلب. يعني التوقيت ممتاز كما قلت، إنما بما أنك تتحدث عن عاملين، عامل التوتر مع الأمريكيين التركي مع الأمريكيين والعامل الداخلي، أريد أن نفهم أكثر بعمق ما الذي يحدث خصوصا في الداخل. نحن نعلم في قضايا فساد تواجه المقربين من أردوغان وأيضا مقربين له في الحزب في العدالة والتنمية، بس ما مدى خطورة هذه القضايا على الرئيس بذاته دكتور محلي؟
يعني بدون شك كما قلت زميلي الآن، يعني هناك قضايا فساد خطيرة في السلطة في تركيا وفي جميع الاتجاهات وعلى جميع المستويات، ولكن القصة الأخيرة يبدو أن على الأقل أخطر، لأن المعارضة اتهمت الصليب الأحمر التركي بقضايا فساد فعلا خطيرة جدا بمناسبة الزلزال الذي وقع قبل 3 أيام في مدينة العزيز، مما يفسر تصريحات الرئيس أردوغان قبل قليل، قبل نصف ساعة تقريبا، عندما هدد وتوعد كل من ينتقده وينتقد الهلال الأحمر في شبكات التواصل الاجتماعي، وقال بأنهم سيلاحقهم، ودعا الشعب التركي أنصاره وأتباعه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء، يعني من يعترضون عليه أو يعارضونه. هذا الموضوع سيزداد شدة وعنفا وحدة خلال الأيام القليلة القادمة، وأعتقد بأن أردوغان سيستغل هذا الموضوع والتوتر مع الولايات المتحدة حتى ينسى موضوع إدلب، لأن السقف في موضوع إدلب كان عاليا جدا بالنسبة لأردوغان. كيف يعني يعني نحن نعلم اللقاء الأخير بين أردوغان وبوتين كان يفترض أن يضع اتفاقا في ليبيا، فشل الاتفاق ولم يحصل هذا التوقيع الذي كان تتمناه روسيا يعني بالدرجة الأولى. اليوم إذا بدنا نعمل يعني تقييم للعلاقة بين روسيا وبين تركيا، ما هي حدود الخلاف بينهما، يعني الخطوط الحمر الموجودة في العلاقة بين الطرفين، والقدرة على المناورة لدى أردوغان بشكل أساسي؟ يعني قدرة مناورات بوتين أكثر من قدرة الرئيس أردوغان على الأقل الآن، لأنه في وضع لا يحسد عليه أبدا، أولا في ليبيا بعد تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون والمعلومات التي تحدثت عن نقل أسلحة ومعدات حربية تركية إلى ليبيا على متن سفينة كانت ترفع العلم اللبناني كما قيل، بالإضافة إلى احتمالات أن يشن الجيش الوطني الليبي خلال الأيام القليلة القادمة هجوما شاملا مدعوما من الروس وفرنسا وإيطاليا على باتجاه طرابلس، وهو ما سيحرج الرئيس أردوغان. فيما يتعلق بشرق الفرات أيضا هناك مشكلة بالنسبة لأردوغان، لأنه بات محصورا في المنطقة الممتدة من رأس العين إلى تل أبيض، وهناك التواجد الكبير لوحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الأقل التي تحظى برضا على الأقل الآن من روسيا والدولة السورية، وهو ما يزعج أيضا الرئيس أردوغان. كما قلت هو في وضع صعب، ولذلك بوتين الآن يملك الكثير من الأوراق في مساوماته مع الرئيس أردوغان خلافا للفترات الماضية. طب يعني هذا يفسر الانكفاء لدى المسلحين في إدلب والتقدم السريع بالتالي للجيش السوري؟ بدون شك قدرة الجيش السوري على الحسم يعني بشكل سريع. أنا أعتقد الرئيس بوتين أضاء الضوء الأخضر هذه المرة للجيش السوري، يعني يتقدم بأسرع ما يمكن باتجاه سراقب وربما أريحة وبعد ذلك جسر الشغور حتى يتم محاصرة إدلب بالكامل، لأنه ليس هناك أمام الإرهابيين في إدلب أي مخرج إلا باتجاه تركيا. في هذه الحالة المساومات التي سبق أن جرت وتمت بين بوتين وأردوغان في موضوع على الأقل الأجانب من الإرهابيين الموجودين في إدلب هي ليست لصالح الرئيس أردوغان في هذه الحالة، إذن عليه أن يجد حلا ما للإرهابيين في إدلب كما قلت على الأقل الأجانب منهم، وهو ما يحرج وهو ما سيحرج الرئيس أردوغان في الداخل، لأن المعارضة تشن هجوما عنيفا جدا جدا على الرئيس أردوغان في موضوع إدلب، وهناك الكثير من الانتقادات التي تقول له ما علاقتك بإدلب، ولماذا تحمي الإرهابيين موجودين في إدلب، ولماذا تخلق لنا المشاكل مع الإرهابيين في حال دخول الجيش السوري إلى إدلب، وإدلب أرض سورية وفقا على الأقل ما قاله قادة المعارضة خلال الأيام القليلة الماضية. كما قلت أردوغان في الداخل أيضا في وضع صعب، بالإضافة كما أيضا قلت وضعه مع الرئيس بوتين والرئيس ترامب، وأنا أتوقع مزيدا من التوتر في العلاقة بين ترامب وأردوغان خلال
الأيام القليلة القادمة. إنما هو وجد، يعني سأتحدث عن أمريكا بعد قليل لأنه مهم، بس إنما هو وجد يعني حلا لقضية الإرهابيين، بدأ يأخذهم إلى ليبيا، خصوصا يعني الإرهابيين الأجانب، نقل عدد كبير منهم إلى ليبيا. هل ليبيا هي الحل دكتور محلي؟ يعني الحل على الأقل مرحليا ربما، ولكن نسبيا، لأن ما قيل بأنه تم نقلهم إلى ليبيا هو حوالي 3000 من الإرهابيين الموجودين في 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 وقت إدلب عدد الإرهابيين الفعلية كم يبلغ تقريبا؟ المعلومات الموجودة لدينا الإرهابيين الموجودين في إدلب حوالي 35000، وحوالي 15000 منهم من الأجانب. أردوغان بدون شك لا يريد أن يقال له، عفوا، لا يقال عنه بأنه أولا طعن الإسلاميين من الخلف، وهو ما يفسر استمرار دعمه لما يسمى بالجيش الوطني السوري المعارض والفصائل الموجودة تحت راية هذا الجيش، ويضم 50-60 ألف من المسلحين وهو من السوريين. ولا يريد أن يقال عنه بأنه كما قلت أنه طعن الإسلاميين، ويقصد هذه المرة الإسلاميين الموجودين في 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 إدلب. ويحاول أن يجد مخرجا ما، ربما بالاتفاق مع بوتين، ولكن بوتين لن يقبل. كما قلت، هو يعتقد الرئيس بوتين بأنه هو الآن أقوى بكثير مما كان عليه على الأقل قبل شهر أو شهرين في مساومته مع الرئيس أردوغان، بسبب العلاقات المتشابكة أولا بين بوتين وأردوغان، وثانيا بين روسيا وتركيا، حيث هناك الكثير من العناصر المهمة بالنسبة للطرفين. طب بالنسبة الآن إذا أردنا أن ننظر إلى خريطة علاقاته خصوصا مع الدول الكبرى، يعني روسيا في توتر في العلاقة، وموضوع إدلب، ورقة إدلب حكما يعني سلم أنه خسرها، لماذا يساعد في موضوع صفقة القرن؟ هل لديه حسابات أخرى مع الأمريكيين؟ هل يريد أن يملأ بالنسبة للرأي العام فراغا تركته الدول العربية المؤثرة مثل السعودية ومصر؟ أنا أعتقد هذه الجملة هي الأصح زميلة، لأن نحن نتذكر على سبيل المثال عندما أعلن الرئيس ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في 6 كانون الأول 2018، فورا دعا الرئيس أردوغان، وكان آنذلك رئيس ما يسمى بالمؤتمر الإسلامي، دعا لقمة عاجلة. بعد أسبوع اجتمع في 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 إسطنبول زعماء ومسؤولو الدول العربية، ولكن لم يحضر الإسلامية عفوا، ولكن لم يحضر تلك القمة إلا زعماء 19 دولة فقط من أصل 57 دولة، ولم يحضر بدون شك أهم شيء مصر والسعودية ودول خليجية أخرى، بالإضافة مسؤولين من دول أخرى. بعد ذلك عندما افتتحت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا عاصمتها في القدس، أيضا دعا الرئيس أردوغان لقمة، لأن أردوغان يعتقد وهو يفكر بأنه هو الزعيم التاريخي والسياسي والعقائدي أيضا للمسلمين في العالم، هكذا هو يعتقد. وأنا أعتقد معظم تصرفاته الآن باتت في هذا الإطار، وهذا التسويق ليس فقط للخارج بل أيضا هو للداخل، لأنه يسعى إلى أسلمة الدولة والشعب التركي أيضا، وهو نجح نسبيا في ذلك من خلال سيطرته على الجيش والمخابرات والأمن والقضاء. فلذلك هناك خطان متلازمان على الصعيد الداخلي والخارجي، يعني مكملان لبعضهما البعض. عندما يقول بأنه سيؤسلم الدولة والأمة التركية، فهذه إشارة للخارج أيضا، والعكس صحيح، بأنه كما قلت يعتقد ويفكر بأنه يمثل التاريخ العثماني بأكمله، وهو ما يفسر كما قلت في بداية الحديث قبل قليل عندما قال بأنه لا فرق بينه وبين السلطان عبد الحميد في القضية الفلسطينية. طب هو يعني هذا سيضعه في مأزق استراتيجي؟ نعم. يعني في مأزق علاقات استراتيجية ودولية، هو لديه علاقة استراتيجية قوية مع روسيا، وأيضا بحاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كيف سيؤثر ذلك على تواجده في سوريا؟ أنت قلت جملة مهمة، أنه أصبح محصورا على الأرض في الشرق الشمال السوري، يعني ماذا كسب إذن؟ ماذا سيكسب؟ كيف سيخرج نفسه من هذا المأزق؟ نحن نعلم يعني أردوغان يتصرف كالأخطبوط، دائما لديه يد تمتد إلى أطراف ويخرج من مأزقه بطريقة تكون غريبة. كيف سيخرج من هذا المأزق؟ هل سيكسب من إدلب؟ يعني
هل تعتقد أنه يعني ربما ينسج اتفاقا معينا مع روسيا يكسبه شيئا ما من ورقة إدلب؟ يعني ما يسعى لأن يكسبه في إدلب على الأقل وفق التصور والمعطيات الموجودة هو أنه إذا تخلى عن إدلب واتفق على صيغة ما مع الرئيس بوتين في موضوع إدلب سيساوم على شرق وغرب الفرات. يعني الموضوع ليس قضية إدلب، إدلب هو جزء بسيط من غرب الفرات، وحيث الجيش التركي يتواجد من مدينة جرابلس حتى عفرين حوالي 450 كيلومتر في جرابلس والباب وعزاز وعفرين والمناطق تلك، وبالتالي أيضا شرق الفرات كما قلت من رأس العين إلى تل أبيض حوالي 110 كيلو متر. هو يحاول ويسعى ويخطط لأن يبقى في هذه المنطقة، هذا ما يسعى إليه إن ضحى في موضوع إدلب، وأنا أتوقع لأنه هناك في وضع صعب، يريد أن يقول لبوتين بأنه يجب أن يبقى في هذه المناطق وفق كلامه المحتمل حتى الحل النهائي للأزمة السورية، ويقصد تشكيل اللجنة الدستورية وصياغة الدستور الجديد والاستفتاء والانتخابات، يعني على الأقل 3-4 سنوات. فخلال هذه السنوات هو يعتقد بأنه يستطيع أن يكسب الشارع السوري في هذه المناطق بأكمله، نعم. بالإضافة إلى اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا، يعني على الأقل كما قال إبراهيم كالن مستشار الرئيس أردوغان قبل شهر تقريبا، نحن مسؤولون عن 7 مليون سوري، هذا ما قاله المستشار، يعني يقصد 3.5-4 في تركيا. هذا الواقع، هذا الرقم دقيق دكتور محلي؟ هو هذا قال، هذا ما قاله إبراهيم كالن، يعني 3.6 في تركيا و 3.4 في سوريا، يقصد كما قلت شرق الفرات وغرب الفرات، وهو يعتقد وفق المستشار بأنهم هؤلاء امتداد للعمق الاستراتيجي، للعمق الاستراتيجي للدولة التركية بأكملها، ليس جغرافيا بل استراتيجيا وتاريخيا. شكرا جزيلا لك دكتور حسني محلي الخبير في الشؤون التركية على انضمامك لنا في المشهدية لهذه الليلة. مشاهدينا، قبل أن نختم هذه الحلقة، ربما يعني من الأمور الغريبة التي حصلت في بداية هذا العام هو تسارع الأحداث العالمية التي حفل بها الشهر الأول من عام 2020، خصوصا بالنسبة لبدايته النارية بامتياز، وهذا الأمر يتحدث عنه يعني تقريبا كل الناس. اليوم نحن في يوم 30 من كانون الثاني يناير، بعد في نهار ما بنعرف شو معقول يصير، بس أحببنا أن نعطي جردة لما حدث فعلا في هذا الشهر المذهل بأحداثه، من كوارث طبيعية، من أحداث سياسية، من اغتيالات أيضا هزت العالم. فلم يكد يمر يومان على مطلع العام حتى اغتالت الولايات المتحدة الفريق قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد. هذا الاعتداء وضع المنطقة على فوهة برق حرب، وقبل حتى أن تقصف إيران قاعدة عين الأسد الأمريكية في الأنبار بدأ العالم يتحدث عن حرب عالمية ثالثة. بموازاة الرد الإيراني اعترفت طهران بإسقاط طائرة أوكرانية عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مقتل 176 شخصا. من الأحداث أيضا الولايات المتحدة تعيش في هذه الأيام على وقع أزمة عزل الرئيس، حيث انطلقت فعليا جلسات محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بعد توجيه التهم إليه رسميا من مجلس النواب. في الوقت عينه عمد ترامب إلى الإعلان منذ أيام عن صفقة القرن بعد تأجيلها مرارا، وهو ما فجر موجة غضب في فلسطين المحتلة وتلويحا باتخاذ خطوات تغير المسار السياسي المعتمد منذ اتفاق أوسلو. أيضا في روسيا حصلت تغييرات، فقد فاجأت استقالة حكومة ديمتري ميدفيديف العام يعني في مطلع هذا العام العالم، وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة تعديلات دستورية من شأنها تغيير توازن القوى الحالي في السلطات. ليس هذا فقط سياسيا بالنسبة لنا في العالم العربي، غيب الموت السلطان عمان قابوس بن سعيد صاحب أطول فترة حكم من بين حكام العرب والثالث في العالم، حيث تولى الحكم منذ عام 1970. الطبيعة طبعا يعني إذا انتقلنا إليها لم تكن أرحم من السياسة، فمع بزوغ فجر أول يوم من العام الجديد قضى 53 شخصا وشرد عشرات الآلاف نتيجة فيضانات ضربت إندونيسيا واعتبرت الأسوأ منذ عقود. في باكستان لقي
أكثر من 160 شخصا مصرعهم نتيجة الانهيارات الجليدية في منطقة الهيمالايا. غرق أيضا هؤلاء بالثلوج. تواصلت الحرائق المستعرة في أستراليا. هذه الحرائق بدأت في 2019 واستمرت واعتبرت الأسوأ في تاريخ البلاد، وأدت إلى مقتل عشرات ونفوق مليار حيوان وتدمير مساحات واسعة في الغابات والمناطق السكنية. في هذا الشهر أيضا مشاهدينا ثار بركان تال في الفلبين، ما أدى إلى إصابة المئات وإجلاء العشرات من منازلهم، أيضا عشرات الألاف مش بس العشرات. أيضا كان في تقريبا 41 شخصا حصيلة نهائية لقتل الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا بقوة 8.9 على مقياس ريختر. وطبعا لا يمكن أن ننسى ما حدث في هذا الشهر في الصين، حيث تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية رسميا بتفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان، سابع أكبر مدن الصين. هذا الفيروس أسفر عن وفاة 170 شخصا في الصين حتى الآن، فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 7800 شخص في 18 دولة. أيضا منذ أيام فجع العالم، تحديدا عالم الرياضة، بمصرع نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت مع ابنته وعدد آخر أيضا من أصدقاء في حادثة هليكوبتر، وهو طبعا من أحد وأهم اللاعبين الاستثنائيين في تاريخ لعبة كرة السلة الـ NBA. هو كان اعتزل اللعب عام 2016 بعد تحقيقه ألقابا عديدة، وقضى نتيجة تحطم المروحية الخاصة به في ولاية كاليفورنيا مع جيانا ابنته ذات 13 ربيعا. أحداث قطعت الأنفاس، وكلها حصلت في شهر واحد في كانون الثاني يناير 2020. غدا ينتهي هذا الشهر، لا نعلم ماذا سيحمله لنا شهر جديد، ولكن على ما يبدو أن هذا العام سيتركنا يعني في حالة تشويق دائمة لما سيحدث. كلها أحداث كبيرة وهامة وخطيرة وستغير وجه الكون على ما يبدو. كونوا بأمان مشاهدينا، إلى هنا تنتهي المشهدية لهذه الليلة. غدا نلتقي بكم في مشهدية خاص، ضيوفها هم نساء مناضلات فلسطينيات وأجيال مختلفة في النضال، المناضلة ليلى خالد وهبة اللبدي الأسيرة المحررة أيضا الفلسطينية. سنتحدث عن صفقة القرن طبعا، سنتحدث عن فلسطين وعن رؤية نسائية للمواجهة. كونوا معنا، إلى اللقاء.